تقوم شركة براناس للمقاولات العامة المحدودة بتنفيذ مشروع مصرف الدم المركزي ومعهد الأشعة في المجمع الأيمن في لمدينة الموصل. مدة العمل 450 يوم. المشروع ضمن المنحة الإماراتية تحت إشراف منظمة اليو إن دي بي. العمل جيد جدا بالنسبة فنيا، ولكن بتأخير للعمل، واحنا في المراحل النهائية ان شاء الله قريبا ننفذ المشروع، ومشروع ينفع ممتاز جدا. مدة العمل 450 يوم، المدة تجاوزت، ولكن السبب شركة الهندسة الذكية اللي لحد الان ما جابت الأجهزة، المصاعد، الكيبلات، التشيلرات الدافع، ولكن مع مرور هاي الأجهزة احنا نكون في المراحل النهائية. الأعمال المدنية تقريبا كملت 90%.